أيها الإخوة، ما قرأت تعريفاً رائعاً جامعاً مانعاً للإنسان كتعريف الإمام الحسن البصري. قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يعني أنت زمن، أو رأس مالك هو الزمن، أو أثمن شيء تملكه هو الزمن. ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، فقال لك: والعصر، جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر. يا ربي لما الخسارة؟ قال: لأن مضي الزمن وحده يستهلكك فقط. سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، راحت جمعة، جمعة الثانية، الثالثة، الرابعة، راح شهر، أربع شهور فصل، أربع فصول سنة، عشر سنوات عقد، حياتك بدأت عقود. إذا استحق، إذا جاء أجله ينادى أن عبدي رجعوا وتركوك، ترك البيت والمركبة والسريات واللقاءات والسهرات المختلطة، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. الذكاء والعقل والتفوق والتوفيق أن تعرف الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا، رحمة الله في إلا، ما بعد إلا سماها الإمام الشافعي أركان النجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي المنجيات، بحث عن الحقيقة حتى آمن، وعمل وفقها فاستقام، وتقرب بالعمل الصالح فارتقى، وصبر على البحث عنها والاستقامة والعمل الصالح. هذه أركان النجاة عند الإمام الشافعي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العصر لو تدبرها الناس لكفتهم.